النهاردة هنعمل مع بعض قمر الدين. طبعا كلنا عارفين ان المشمش السنة دي كتير جدا وسعره حلو جدا. هنعمل منه قمر الدين، هنعمله بطريقة سهلة جدا. وطبعا كلنا عارفين ان قمر الدين اللي بتعمل من المشمش هو قمر الدين الاصلي، مش زي المغشوش اللي بنشتريه في رمضان. قبل ما نبدأ في عمايل قمر الدين، عايزاكوا تشوفوه قد ايه هو متماسك، مش عليه اي اضافات خالص، هو مشمش وسكر فقط بدون اي اضافات تانية. شايفين قد ايه هو متماسك وكمان طري، ما بيشدش، متماسك جدا وما بيلزقش في بعضه ابدا. بتمن لفة واحدة يا بنات تقدروا تعملوا 10 لفات من قمر الدين. اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة. يلا نبدأ. دول 4 كيلو من المشمش، هنغسلهم ونصفيهم. اي مشمش ينفع، سواء طري او ناشف، وكمان اي حجم ينفع. هنشيل البذرة من المشمش كله ونحطه في حلة كبيرة، ويفضل ان الحلة اللي هنستخدمها تكون استانلس. لو المشمش جامد استعملي السكينة وانت بتشيلي البذرة، انما لو طري شوية زي ده شيلي البذرة على طول. انا كده شلت بذور المشمش كلها. زي ما قلتلكو انا معايا 4 كيلو من المشمش، هضيف على المشمش ده كيلو سكر كامل، ده كيلو سكر، وكمان هضيف عليه 2 كوباية من السكر. الكوباية اللي انا استخدمتها هي كوباية العصير، المقاسها 150 ملي. يبقى 4 كيلو مشمش اخدوا مني كيلو سكر و2 كوباية كمان من السكر. وده كده السكر المظبوط، بيكون حلو جدا وطعمه حلو جدا. وهنضيف كمان عليهم اضافة بسيطة جدا، هي معلقة صغيرة ممسوحة من ملح الليمون. هنشيل الحلة كده زي ما هي، نحطها على العين الكبيرة اللي في النص، بس هنوطيها خالص ونقلب المشمش مع السكر. نقلبه شوية بس، يدوب بس السكر ينزل لتحت شوية والمشمش يطلع لفوق شوية. وبعد ما نخلص تقليب هنعلي النار شوية، يعني النار تكون تحت المتوسط بشوية، ونغطي الحلة ونسيبها نص ساعة كاملة. يعني النص ساعة ده النار هتكون تحت المتوسط بشوية. كده شكل المشمش بعد نص ساعة. شايفين بقى مية ازاي؟ اتحول هو والسكر لسائل مع قطع من المشمش. بعد كده هنجيب الهاند بلندر ونفرمه، ولو ما عندناش هاند بلندر هنسيبه يبرد وننقله للخلاط نفرمه، وبعد كده نرجعه الحلة تاني. اهم حاجة ان احنا نفرمه كويس جدا، ما يكونش فيه اي قطع خالص. هنجيب مصفى زي دي ونشيل بيها المشمش كده عشان نشوف اذا كان فيه اي قطع او لا. لو فيه اي قطع افضلوا اخلطوه لحد ما يكونش فيه اي قطع نهائي. وطبعا لو بتخلطوه في الخلاط بره، الخلاط العادي، لازم تفرموه كويس جدا. بعد كده هنسيب المشمش على النار حوالي ساعة الا تلت، على نار تحت المتوسطة بشوية، ومش هنغطيه خالص، هنسيب الحلة مكشوفة لحد ما قوام المشمش يتقل شوية وكمان يقل شوية. عاوزاكوا تشوف الخط اللي في الحلة فوق وعصير المشمش او قمر الدين وصل لفين. دي الكمية اللي بيقلها، يعني بيقل حوالي تلت كميته. ممكن لو حابين تقلبوه بين فترة والتانية قلبوه، وممكن ما تقلبوهوش خالص، بس خدوا بالكو عشان ما يتلسعش من تحت، عشان كده احنا بنوطي النار عليه. ولو عايزة تخلصيه بسرعة علي النار خالص
وافضلي قلبي فيه باستمرار لمدة ربع ساعة فقط، بيديكي برضو نفس النتيجة. كده خلاص قمر الدين خلص. دلوقتي هنشوف ازاي نصبه في صواني وما يلزقش مننا خالص. هنجيب اي صينية عندنا، يفضل ان هي تكون ألمونيوم او ستانلس، اي شكل سواء مربعة او مستطيلة او دايرة، ونفرد اكياس تلاجة ونحطها كده في الصينية او في الصاج. استخدموا اكياس التلاجة العادية بعد ما تفردوها، وما تستخدموش خالص اللي هي اكياس الاسترتش، عشان اكياس الاسترتش بتسيح من السخونة العالية. وبعد ما تفردوا الاكياس كده في الصاج، ادهنوها دهنة زيت خفيفة جدا عشان قمر الدين ما يلزقش في الاكياس. انا ما صبتش قمر الدين على طول، سبته برد حوالي ربع ساعة، بعد كده صبيته في الصينية. بناخد حوالي 4 كبشات بالشكل ده. طبعا الكمية اللي بتحطوها حسب حجم الصينية، اهم حاجة ان هي تكون طبقة رقيقة شوية. بعد كده بتميلوا الصينية كده وتحطوا في الجزء الفاضي، وتميلوها كمان لحد ما يتفرد كله في الصينية وتكون طبقة رقيقة شوية. وممكن كمان الأماكن الفاضية تجيبوا معلقة سيليكون زي كده، وتاخدوا من الأماكن اللي فيها قمر الدين وتدخلوها على الأماكن الفاضية، أو تفردوا قمر الدين في الأماكن الفاضية بالشكل ده. المعلقة السيليكون بتساعد كتير في فرده. هاتوا بقى كل الصواني اللي عندكم بأي شكل وبأي حجم، وفردوا فيها قمر الدين بنفس الطريقة، لأن كميته بتكون كبيرة جدا. وعايزاكوا كمان تشوفوا الحلة اللي أنا عملته فيها، شايفين مش لازق فيها خالص لأني هديت النار وأنا بعمله. تعالوا بقى شوفوا الكمية اللي أنا عملتها. أدي ده صاج، الصاج ده كبير جدا، والصينية دي كمان صينية أكل كبيرة، وده صاج الفرن الحجم الكبير، وكمان في صينية كمان كبيرة أهي، يعني 4 صواني كبيرة جدا. الصواني دي تعمل حوالي 12 لفة من لفات قمر الدين. دلوقتي هننشف قمر الدين. انا حطيت الصواني دي على السفرة وشغلت المروحة وسبته لمدة 4 ايام كاملين لحد ما نشف تماما. وممكن تطلعوه في البلكونة لمدة 2 يوم، بس انا ما بحطوش في البلكونة عشان التراب. وده كده بعد 4 ايام. بعد كده بنجيب فرشة وندهن وزيت دهنة خفيفة جدا عشان اما نلف رول ما يلزقش في بعضه. وهشيله من الصينية قدامكم وهوريكم ازاي ان هو رقيق جدا وكمان مش لازق خالص. بتحفظوه ازاي؟ ممكن زي ما هو بالكيس كده تطبقوه زي لفة قمر الدين الجاهزة، وممكن تحفظوه في التلاجة وممكن برة التلاجة. اهي شكلها، اهي زي لفة قمر الدين اللي بنشتريها بالظبط بدون اي اختلاف خالص. وهفردها معاكم تاني، شايفين مش لازقة خالص في بعضها، احلى بكتير من اللي بنجيبه من برة. اللي بنجيبه من برة طعمه بيكون وحش وكمان بيكون لازق في بعضه. دلوقتي هشيلها قدامكم من الكيس، هتشوفوا قد ايه قمر الدين متماسك وكمان مش لازق خالص في الكيس. بتتشال بسهولة جدا. وكمان عايزاكوا تشوف قد ايه قمر الدين رقيق جدا وكمان متماسك، شايفين بتشال بسهولة، مش بيلزق خالص ولا في الكيس ولا في ايدينا. هنشوف دلوقتي ازاي نحفظه وازاي نقطعه. بيتقطع بمنتهى السهولة، وده زي قمر الدين الاصلي مش المغشوش، شايفين قد ايه هو متماسك وطري في نفس الوقت، وكمان طعمه حلو جدا يا بنات.
وبيتلف بمنتهى السهولة ومبيلزقش في بعضه أبدا، وتيجي تدوبيه في المية يدوب معاكي بمنتهى السهولة. وكمان تيجي تعمليه سواء عصير أو قمر الدين مهلبية ما يحتاجش أي سكر خالص، ما بيحتاجش سكر لأن سكره مظبوط جدا، فما تضيفوش عليه أي سكر نهائي. ده الصاج التاني، أنا هقطعه شرايح بالعرض وهشيل كل شريحة لوحدها في كيس. شايفين شريحة قمر الدين متماسكة جدا ازاي، وكمان بتتشال من الصاج بمنتهى السهولة بس بالراحة وانتوا بتقطعوها. هلفها معاكم دلوقتي رول، هتشوفوا قد ايه قمر الدين بتلف بمنتهى السهولة وكمان ما بيلزقش في بعضه ابدا. تقدروا بعد كده تحطوه في اكياس تلاجة وتحفظوه عادي خالص. وبالهنا والشفا، اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون مفيد بالنسبة لكم، وما تشتروش قمر الدين تاني ابدا وتعملوه في بيوتكم، وبالذات دلوقتي سعر المشمش حلو جدا وكمان متوفر كتير جدا، وكمان طعمه حلو جدا المشمش السنة دي. وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم.